بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الحجر الصحي. يؤكد العلماء أن الطريقة المثالية للقضاء على الأمراض المعدية والأوبئة هي حجز الأشخاص المصابين أو حتى السليمين أو المشتبهة في إصابتهم وعزلهم حتى يتم علاج المرض. هذه الحقيقة الطبية لم تكن معروفة قبل 14 قرنا، ولكن الرسول الكريم تحدث عن ذلك بوضوح. يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن الوباء في الحديث الشريف: إذا سمعتم به بالأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري وأيضا رواه الإمام مسلم. هذه الحقائق الطبية في كلام النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام تبقى شاهدة على صدق نبوته وأنه رسول الله للبشر جميعا. فمن كان يعلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الضروري عدم مقادرة أرض الوباء، وأنه من الخطأ الدخول لأرض الوباء. وهذا الحديث يشهد على أنه رسول من عند الله، والله أعلم.